الرعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، انطلقت فعاليات النسخة 16 من معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 والنسخة 7 من معرض الدفاع والأمن البحري نافدكس 2023. آيدكس ونافدكس 2023 انطلاقته اليوم تعتبر نسخة استثنائية عن انطلاقته الأولى عام 1993 بكل المقاييس. فاليوم نتكلم عن المساحات التي حجزت 165 ألف متر مربع، حجز من كبرى الشركات العالمية من مختلف أنحاء العالم المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية. استقطب تقريبا ما يزيد عن 1350 شركة عارضة، شاركت فيها 65 دولة من مختلف أنحاء العالم. آيدكس ونافدكس في نسخته الجديدة 2023 كان وما زال منصة عالمية رائدة لكبرى الشركات العالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه من صناعات ابتكارات في مجال الصناعات الدفاعية. أيضا هي مساحة لتطوير الصناعات الدفاعية المحلية وفرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبرى الشركات العالمية والمحلية أيضا.